السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله النهاردة هناخد المسائل اللفظية في التباديل والتوافيق والمضروب. أنا أجلت الدرس ده للآخر علشان أكتب المسألتين قصاد بعض وأقول لك إزاي تفرق ما بين التباديل وبين التوافيق. قبل ما نفرق ما بين مسائل التباديل والتوافيق، في مسألتين اتنين بيجوا على المضروب: ترتيب الأشياء في صف أو ترتيب الأشياء في دائرة. دي ملهاش دعوة بالتباديل والتوفيق. نشوفهم الأول. أول حاجة قالها لي، لو هترتب حاجة في صف، ترتيب عدد نون في صف ده بيكون مضروب نون، إنما ترتيب عدد نون في دائرة ده بيساوي مضروب نون ناقص واحد. عدد طرق ترتيب 4 سيارات في صف. صف يا أستاذ قانونه مضروب نون، مضروب 4. طب هنا عدد طرق ترتيب 4 كراسي حول طاولة، الطاولة دي مش بتكون دائرية، يبقى دي مضروب يا أستاذ 4 ناقص 1. هتطلع النتيجة هنا وهتطلع النتيجة هنا. طب انا عايزك تفرق ما بين السؤال ده ولو جه قال لك ايه، يجي يقول لك بكم طريقه يمكن جلوس 5 اشخاص على 7 كراسي في صف. دي ملهاش دعوه ديت يا استاذ لما يكون نون عدد حاجه واحده بس اللي معايا. ده بالنسبه للترتيب في صف والترتيب لدايره. طيب نروح للتباديل والتوافيق ونشوف هنفرق بينهم ازاي. بيقول لك يا باشمهندس، انت ازاي تفرق ما بين ان السؤال ده في الامتحان تباديل ولا توافيق؟ فانا هقسمها لك دلوقتي الافكار. اول حاجة فيها، لو بيختار اشخاص اعرف ازاي ان السؤال ده تباديل واعرف ازاي ان السؤال ده توافيق. بكل بساطة، لو لقيته بيتكلم عن مناصب، يعني انا هختار رئيس، انا هختار سكرتير، انا هختار نائب للرئيس، دي كده اسمها مناصب، يبقى تباديل. يبقى لو اختيار مناصب دي تباديل، لو هنختار مناصب دي تباديل. انما لو معايا مجموعة من الاشخاص هاخد منها مجموعة تانية، يعني زي السؤال اللي معانا بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 3 أشخاص من بين 10، يعني في 10 أشخاص واقفين أنا هختار منهم 3. فقالوا إيه؟ يبقى في الحالة دي توافيق. لو أنا ما اخترتش مناصب، لو أنا ما قلتش أنا عاوز نائب، لو أنا عايز رئيس، يبقى ده كده توافيق. ليه بقى قالوا في الأولانية تباديل؟ لأن يا أستاذ هنا الترتيب مهم. إحنا لما بنيجي في الفصل مثلا نختار رائد للفصل، كنا بنعمل إيه؟ أول حاجة بنعمل اختبار، نختار الرائد ده أول حاجة نختاره، وبعد كده نختار النائب بتاعه. يبقى دلوقتي يا باشمهندسين، لو مناصب تباديل، لو مش مناصب توافيق. بتتحل ازاي بقى يا استاذ؟ انت عايز رئيس ونائب وسكرتير، كده كام؟ 3. وهم كانوا كام شخص واقفين؟ كانوا 10. يبقى تباديل 10، هناخد منهم 3 وتطلع ناتج السؤال ويبقى خلص. يبقى دي بتساوي ايه؟ مضروب 10 على مضروب 7، اللي هي 10 × 8 × 9، دول عدد الطرق. بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 3 أشخاص من بين 10؟ تمام يا أستاذ، أنت عاوز توافيق لأن هنا مفيش مناصب، 10 × 3، ونطلع الناتج مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت. يبقى دي بتساوي 10 × 9 × 8 على 3 × 2، 3 × 3 على 2 هنا فيها 4، يبقى الناتج 120 طريقة.
لجنة مؤلفة من 12 عضوا، بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب لهذه اللجنة؟ دي تبديل ولا توافق يا شباب؟ في يا أستاذ مناصب، ده انت عايز رئيس وعايز نائب، ده دي كده تبديل يا أستاذ. تمام، يبقى تبديل ال 12 دول انا هاخد منهم 2، يبقى دي عبارة عن 12 في 11، الاتنين دي عدد العدد اللي هتفكه من هنا، ادوني 132 طريقة من بين 40 معلما. يراد اختيار 4 معلمين للذهاب الى الاولمبياد. هنا في مناصب؟ لا مفيش مناصب. طب ده يبقى ايه؟ ده يبقى توافيق. تمام، يبقى ده توافيق 40 4، ونطلع النتيجة، مضروب 40 على مضروب 4 في مضروب 36، يبقى النتيجة 40 في 39 في 38 في 37 على 4 في 3 في 2. في حتة يا شباب في التوافيق زيادة عن التبديل، ايه هي الحتة دي؟ لو اختار من متعدد مش فاهم، يعني قال ان انا معايا 5 رجال و4 سيدات، بكم طريقة يمكن اختيار 2 رجل و6 عشان اكون لجنة مكونة من 3 اشخاص؟ دي كده يا استاذ توافيق، لانه ما حددش مناصب. بس هنا في طريقة تانية في الحل، تعال نتدرب عليها. السؤالين دول يا ترى هما تبديل ولا توافيق؟ بكم طريقة يمكن انتخاب لجنة مكونة من 2 رجل و1 سيدة من بين 7 رجال و5 سيدات؟ بكم طريقة يمكن انتخاب لجنة مكونة من 4 رجال أو 3 سيدات من بين 6 رجال و5 سيدات؟ أولا يا أستاذ، أنا هنا مش شايف مناصب، يعني ما جبتش رئيس، ما جبتش نائب للرئيس، دي كده توافيق، برافو كده أول معلومة. تمام، من هنا يا شباب لو اللجنة متكونة من كذا نوع، انت حددت ان هي توافيق خلاص لان مفيش مناصب. لو في انواع، هنا يا استاذ بقى في اداتين اتنين للربط، خلي بالك بينهم. اول اداة لو لقيت المسألة هو، ولو لقيت المسألة او. تاني، المسألة دي ما فيهاش مناصب توافيق، بس يا أستاذ لقيت نوعين اتنين، لقيت المسألة فيها أكتر من نوع، أتصرف إزاي؟ بسيطة، خلي بالك من و وأو، دول يعتبروا مسألتين اتنين في بعض، بتحل النوع الأول لوحده والنوع التاني لوحده. لو لقيت و، ناتج ده وناتج ده اضربهم في بعض. لو لقيت او، ناتج ده وناتج ده اجمعهم. تاني، مسألة ما فيهاش مناصب، ده خلاص يا استاذ توافيق. لو فيها نوعين حل كل نوع لوحده، يعني هنا في رجال وفي سيدات، هنحل الرجال لوحده والسيدات لوحده، ووادي معناها اضرب النواتج، واو دي معناها اجمع النواتج بس، ويبقى الموضوع انتهى. الناس اللي مش فاهمة، بكم طريقة يمكن انتخاب لجنة مكونة من 2 رجل من بين 7 رجال؟ يبقى 7 2، وسيدة، و يعني ضرب، و يعني ضرب مش هنب، سيدة واحدة، يبقى توافيق 5 انا هاخد منهم 1. الناتج طلع بيساوي 105 طريقة. بكم طريقة يمكن انتخاب لجنة مكونة من 4 رجال من بين 6؟ يبقى دي توافيق 6 4، أو يعني زائد 3 سيدات من بين 5، يبقى توافيق 5 3. دايما يا شباب الكبير هو اللي بيتحط فوق والصغير هو اللي بيتحط تحت، ما تتوهش في حته زي دي. تمام يا استاذ. طب بالنسبه بقى للارقام،
يجي يقول لي عدد مكون من رقمين او عدد مكون من 3 ارقام او اختيار 4 ارقام، دي هعرف ازاي ان هي تبديل واعرف ازاي ان هي توافق؟ نروح نشوف الجزئية دي. مسائل الارقام تعرفها ازاي ان دي تبديل ولا توافق؟ بسيطة جدا. في التبديل بيكون عايز يكون عدد 20 30 25 75 120 130 117 112، اعداد، يكون اعداد. انما في التوافيق يكون عايز يكون مجموعات. تاني، في التبديل عايز يكون اعداد. يعني مثلا في مسألتنا الاولى كم عدد مكون من رقمين؟ من رقمين يا استاذ زي 21 او 12 او 32 او 23 او 42 او 24 او 43 او 34 وهكذا. ده كده يا استاذ العدد اللي يكون. انما في مسألتنا التانية بكم طريقة يمكن تكوين مجموعة مكونة من رقمين؟ ده هو هياخد مجموعة من جوه مجموعة، دي توافيق. لو هيكون عدد يا شباب، عدد، هكون عدد، تكوين عدد مكون من رقمين، دي تبديل. انما هكون مجموعات، لا، دي توافيق. هنحل الاولى ازاي؟ الاولانية يا استاذ دي هنحلها، انت عاوز عددين ودول كانوا 4، يبقى النتيجة 4 × 3 ب12 طريقة. طيب هنا عاوز يا استاذ مجموعة يكون فيها رقمين، ده دي توافيق. دول 1 2 3 4 5، هاخد منهم 2، يبقى مضروب 5 × 3 × 2، الناتج طلع 5 × 4 × 2 × 1، يبقى ب10 طرق. يا رب تكون قدرت تفرق ما بينهم. طب يا استاذ، حتة السؤال اللي بيجي يقول لك ايه بقى؟ انا عايز عدد يكون احاده زوجي. لا، انا عاوز عدد يكون عشراته فردي. طيب انت حددت الاول ده تبع تبديل ولا توافيق؟ عدد مكون من رقمين احاده زوجي، ده يا استاذ تبديل، لان هكون عدد. تمام، برافو عليك، كده انت حددت المكان. نبدا بقى نتعامل، هو عايز فرد بنعمل ايه، هو عايز زوجي بنعمل ايه. كم عددا زوجيا مكونا من 3 ارقام مختلفة يمكن تكوينه من مجموعة الارقام 2 3 4 5 7؟ اول سؤال اسأله لك هنا، ده تبديل ولا توافيق؟ ده يا استاذ تبديل. طب ليه؟ عشان انا هكون عدد مكون من 3 ارقام، يعني مثلا 432 مثلا، غير ما اقول المجموعة 2 و3 و4، في فرق. طب كويس أو كده انت حددت لي تبديل، تمام، ده اصعب جزئية. طب بعد كده ده عايز يا استاذ عدد زوجي، قال لك بص هو قانون بسيط جدا. قلت له ايه هو؟ قال اضرب عدد الاعداد الزوجية، اعداد المكونة للعدد. مش فاهم انت، عشان تكون عدد زوجي، عدد ده مكون من 3 اعداد وليكن اسمه سين وصاد وعين، عشان ده يكون زوجي، يعني مثلا 432، مش كان لازم خانة السين هي اللي بتكون زوجية؟ قلت له اه. قال في كم عدد زوجي هنا؟ قلت له 2. تمام، في احتمالية باقي الأرقام. هنا بقى الناس عندها لبس. انت يا باشمهندس السين دي خدتها عدد، ممكن تبدل ما بينهم، هما في عددين انت هتبدل ما بينهم، بس هتاخد واحد. الاثنين او الاربعة هبدل ما بينهم، ما ينفعش اكتب 2 و4 في نفس الوقت هنا مكان في خانة الاحاد، فانت خدت رقم. اتبقى كام رقم؟ لو احنا كنا خدنا الاثنين اتبقى 4 ارقام، وانت عددك انت خدت له رقم خلاص، لسه لك كام رقم؟ لسه لي 2. يبقى دلوقتي عدد الاعداد الزوجية كده في عددين، انا هاخد منهم 1، اتبقى يا استاذ 4 اعداد، هختار منهم 2، يبقى النتيجة 2 اللي هي الأول، ونفك التبادلة دي اللي هي 4 × 3، يديني 24 طريقا. تاني عشان الناس مش فاهمة، تاني
أنا إيه اللي بيحدد لي يا باشمهندسين نوع العدد؟ إن كان زوجي ولا فردي؟ مش خالة الأحد؟ قلت له أيوه. قال طب في كم رقم زوجي؟ قلت له 2. قال مش دول اللي أنت هتبدل ما بينهم؟ قلت له آه. قال يبقى عددهم اللي هو 2. في أنت كنت عايز عدد مكون من 3 أرقام، قلت له سين وصاد وعين. طب أنت خدت رقم خلاص. خدنا رقم، اتبقى 4 أرقام. يا أستاذ إزاي؟ وإحنا خدنا الـ 42، 2 و4. أنت لو خدت 2 و4 هتحطهم هنا الـ2 في نفس الوقت ولا هتحط رقم منهم؟ هحط رقم منهم. لو أنت حطيت الـ4 مثلا خلاص، بقى فاضل قدامك كام عدد؟ 4 أعداد. هتختار منهم كام؟ هختار منهم 2. يبقى هتبدل الـ4 أعداد دول برقمين، يبقى 2 × 4 × 3 ب24 طريقة. الناس برضو مش فاهمة. نشوف مثال تاني. بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من 4 أعداد مختلفة من بين 2 و3 و4 و7 بحيث يكون رقم العشرات زوجي؟ شباب مش شرط يكون زوجي، ممكن يقولك فردي، ممكن يقولك يقبل الاسم على التلاتة عادي. كل اللي عليا يا أستاذ بروح أشوف شرطه ده إيه. زوجي كم عدد زوجي؟ يبقى عدد الأعداد الزوجية. أنا عايز عدد مكون من 4 أرقام سين وصاد وعين ولام. العدد الزوجي ده أنا هبدل فيه 2، دي كده 2. أنا عشان أحط خانة العشرات زوجي بختار رقم من دول، بس كم رقم هما؟ هما رقمين هبدل ما بينهم. تخيل إن أنا كنت اخترت 2 مثلا، كده اتبقى لي كم عدد؟ كده اتبقى لي يا أستاذ 3 أعداد. التلات أعداد دول هبدل ما بينهم ولا لأ؟ هبدل ما بينهم. طب انت هتختار كام عدد منهم؟ انا معايا 3 اعداد وانا محتاج 3، يبقى تبديل 3 3، يبقى ضيف 3 × 2، طلع الناتج 12 عدد. كم عدد الاعداد المكونة كل منها من 3 ارقام مختلفة من الاعداد 2 و5 و8 و9 بحيث يكون اصغر من 900؟ علشان العدد ده يكون أصغر من 900 يا باشمهندسين، مش لازم خانة المئات ما تكونش 9، أي عدد غير 9 تمام، أي حاجة ما عدا 9 دي. طب أنت كده هتبدل بكم عدد؟ هبدل ب3، يبقى اللي في خانة المئات اللي ممكن أبدل ما بينهم 3 أعداد. كويس قوي كده. أنت لسه لك كم عدد؟ ما هو ده يعتبر سين وصاد وعين. أنا عايز ده أقل من 9، قلت له اللي أقل من 9 فيه 3 أعداد، خلاص كده، كده الشرط بتاعي انتهى، وبدل مع الأعداد الباقية. الأعداد الباقية في 3 أعداد هاخد منهم لسه 2. كده الموضوع انتهى، 3 × 3 × 2. 9 × 2 ب18 طريقة. المسألة دي يا باشمهندسين عايز واحد ذكي جدا يحلها لي. بكم طريقة يمكن تناول وجبة ومشروبا من بين كفتة وفراخ وسمك، والمشروب كان عصير ومياه غازية؟ تقول لا يا أستاذ حاسب، ده انت هنا ما شرطتش عليا مناصب، ده انت بتقول لي اختار. يبقى انا هجيب له توافيق، توافيق 3 هاخد منهم وجبة و يعني ضرب. المشروب فيه مشروبين، هاخد منهم مشروب واحد، يبقى دي مضروب 3 على مضروب 2، وهنا مضروب 2 على مضروب 1، يبقى النتيجة طلعت هنا 3 × 2 ب6 طرق. آخر ملحوظة بيقول انت ازاي تجيب عدد أقطار شكل هندسي؟ بكل بساطة قال لك توافيق عدد الأضلاع 2 ونقص منهم عدد الأضلاع. يعني احنا لو عايزين عدد أقطار السداسي 6 × 2 ناقص 6، حسبناها كلها طلعت 9 أقطار. آخر معلومة علشان يبقى قفلنا الدرس ده كله، أنا عاوزك تشوف في المجموعة دي هتستخدم توافيق إمتى وتبديل إمتى. آخر مثال معانا، إذا كان سين تنتمي للأعداد الطبيعية وكان أعدادها ما بين 5 لـ9، قلت له اللي هي 5 و6 و7 و8 و9،
عاوزين عدد عناصر صاد اللي فيها الزوج المرتب ألف وب، حيث ألف وب ينتمي لسين، وألف لا تساوي ب. خلي بالك لازم تكون ألف لا تساوي ب، إنما لو جات لك تساوي لا، دي تالتة ثانوي، أنت السنة دي لازم تكون لا تساوي. ده يا أستاذ زوج مش مجموعة، ده زوج مش مجموعة، فرق؟ الزوج المرتب يبقى تباديل، دول كم عدد؟ خمس أعداد، هختار منهم اتنين ونحلها. طب التانية دي، دي مجموعة، مجموعة من قلب مجموعة، يبقى دي توافيق، خمسة هناخد منهم تلاتة، وتطلع النواتج. أتمنى يا رب إن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.